هذا يعتبر شيء إيجابي للفريق الوطني، ومحرز يعني ما نقدروش يعني ننتقده يعني قيمته ولا مهارته، ولا لاعب يستاهل كل التقدير، يستاهل كل شيء، لأنه هذه إضافة لقوة الهجوم الجزائري. هذا بكل صراحة شيء طبيعي منطقي، الكل يتقبل هذا الشيء، هذا لأن الفريق الوطني محتاج إلى دعم باش يتقوى. إيه صح، هذا شيء حقيقي. الفريقين أنا مليا يعني، هذا رأيي خاص، نقدر نقول لك باللي فريقين ضعاف، ماشي فريقين وين راحين يخلقونا مشاكل، ولا راحين ينتقموا منها، ولا هذا يعني المقابلة الأولى هنا في الجزائر ضد غينيا ضد غينيا. هذا يعني ما لازمش الإنسان يستهزأ، ولازم ياخذوا بعين الاعتبار يعني كل ما فيه هذا الفريق هذا من يعني صعوبات، ومن القوة يعني نقطة القوة تاعو ونقطة الضعف تاعو. بارك الله فيك. أما فيما يخص المقابلة الثانية، ليبيريا معروفة عن عمرها ما فرضت نفسها في القارة الإفريقية. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.